لو الحكاية فيها إن فيجو فكرة اللي هم يعني الناس خريج واحد خريج إعلام فبيشتغل في الإعلام، وفكرة اللي هو لعيب كورة زي مثلا كابتن شادي فمعتاد نجم كبير وبطل كورة فاتجه للتاريخ الإعلام. طريقة حياتك في التعامل محتاج شغال طبعا مع ناس سواء كده أو التعامل معاهم بيبقى عامل إزاي، يعني تختلف كده واحد دارس وفاهم أو هو طبعا هو دون شك أنا بشوف إن الإعلام في البداية موهبة زي غير الصحافة، مش شرط الخريج إعلام هو اللي يكتب صحافة، يعني ممكن تلاقي خريج كليات تانية هي موهبة في الأساس، فلما تتبع الموهبة مع الدراسة دون شك بتدي إيمج أعلى للي بيشغل عليه، ولما تبقى في موهبة مع حرص على التجريد أنت بتعلى، فلما تتفرج على نفسك بتحاول تشوف أخطائك إيه وبتحاول تتفرج على غيرك بيعمل إيه، فده اللي بيفرق مع أي لعيب كرة بيبتدي يشتغل في مجال الإعلام. والمشكلة بتبقى في التعامل خاصة بالتركيبة الشخصية اللي البني آدم بتشتغل معاها، الأنا عالية والثقة في الذات عالية ولا إحساسه بروح الجماعة هو الأعلى. دون شك اللي بيشتغل بروح الجماعة ده اللي بيبقى مريح جدا في الشغل، لأنه بيبقى فيه مجال للنقاش، ودون شك لما واحد يفكر لوحده غير لما يفكر مع أربعة خمسة في أي مشكلة حتى في شغل، يعني حتى أنا أسأل الناس بتشتغل معايا إحنا بنقعد نفكر مع بعضينا، مفيش حاجة اسمها أنا رئيس تحرير وهم معدين، ممكن أنت تيجي في دماغك فكرة أنا مش في دماغي، أنت ليك رؤية أنا مش ما جبتهاش، عادي إيه المشكلة؟ مش غلط ومش عيب إن إحنا صح لبعضينا. فأهم حاجة في التعامل وصول التعامل هو التركيبة الشخصية للنجم اللي أنت بتشتغل معاه، هو متقبل إن يبقى فيه نقاش وإن فيه إحساس بداخله ان احنا كلنا بنشتغل عشان صورته هو في الاخر تبقى حلوه، لان احنا كلنا ورا الكواليس هو زي ما بيقولوا ايه هو البونبونات بتاعتنا، فالبونبونات دي تتحط في فرق سيوفان شيك جدا ولا هو مش فارق معاه ده وهو شايف ان هي كده البونبونات هتاكل مع الناس، لا هو ده اللي بيفرق من تركيبه من واحد لبني ادم تاني بس، لكن دارس مش دارس مع الوقت الكل بيوصل لنقطه واحده، اللي دارس زي اللي مش دارس، انا مش دارس بيقعد يجود في نفسه، بيقعد يتفرج على زمايله، بيقعد يحسن من اخطائه، بيبقى خد احساس الوضع نفسه في الاستوديو، لان برضه ما تيجي تتكلم انت درست اعلام وصحافه غير ما تطبقها على الواقع، كتابه الخبر وكتابه المقال وما الى ذلك كلام جميل جدا وكلنا درسناه وقعدنا نكتب فيه، لكن ما جينا اشتغلنا صحافه حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص، فبرضه نفس الوضع اللي دارس اعلام التطبيق مختلف. فهي زي ما قلت لك هي التركيبه الشخصيه للنجم اللي انت بتشتغل معاه هي اللي بتبين سهوله التعامل من عدم سهوله. طيب هل برضو في سياق نفس الاستاذ عمرو، هل اي نجم كوره قادر ان هو يبقى اعلامي كبير؟ يعني لا، كون بس ان ليه نجم ان هو نجم او ليه شعبيه او ليه جماهير، ناس كده بتحبه، ناس كده شايفين ان ده رمز من رموز مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك الانديه الكبيره، هل ده يكون قادر بس على ان هو ينجح، ولا الوظيفه دي بتحتاج مؤهلات معينه، بتحتاج شخصيه معينه؟ هقول لك على حاجه بسيطه، لما تيجي تتفرج على كره القدم مين من لعيبه الدفاع علم مع الجماهير قوي؟ هتلاقيهم قليلين عكس المهاجمين. الناس كلها بتتكلم عن هتلاقي هي طبيعه الشخصيه بتاعت اللعيب ده هي اللي قدرت تفرض نفسها، ليه كاريزما معينه سواء بقى في لعبه في كلامه معاهم في انفعالاته معاهم، هي اللي بتخليه يعلم مع الجمهور ويتنوا باقي معاه واحترامه الجماهير. تمام، نفس الوضع بالنسبه لاي لعيب كره يشتغل اعلام، لابد ان انت يبقى ليك حاجه متفرد فيها، سواء طريقه كلام، طريقه مناقشه، احترامك اللي بتقدمه، ليك قبول على الشاشه من ناحيه الشكل، ما انت كتير جدا يعني مع كامل احترامنا نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب تجربته ما كانتش ناجحه في الاعلام. انا قصدت السؤال رغم انه هو من الشخصيات اللي يعني انا قلتها له هو مدير فني منتخب مصر، كان حصل خلاف في شغل الصحافه، قلت له انت بيبو كنجم انا احب اتصور معاك، لكن شغل الصحافه حاجه ثانيه، لان احنا كلنا اتربينا في كره القدم على بيبو ومهاراته، فتجربته الاعلاميه ما كانتش ناجحه، هو ممكن يبقى ضيف كويس جدا لكن اعلامي لا، محتاجه حاجات كتيره جدا، محتاجه ستايل في الكلام، ازاي بتناقش قضيتك، ازاي بتبقى اجريسيف وانت بتكلم الناس لو في قضيه، ازاي بتعلى وتنزل في نغمه صوتك، ازاي اسئلتك للضيف، حاجات كتيره قوي بتفرق في الكاريزما بتاعت النجم اللي يقدر يلعب ده. هاني رمزي ما عرفش يلعبها كمقدم، لعبها كمحلل. تمام، ففي كتير قوي من النجوم اللي هم اوريدي ليهم ارضيه لكن ما مشيتش معاهم بالصوره اللي احنا ممكن كنا نتوقعها.
كابتن شادي قبل ما حضرتك تشرفنا بالدردش كده مع استاذ عمرو، فقال يعني شادي من افضل الناس اللي اشتغلت معاهم ومن اكتر الناس اللي ريحوني في الشغل وفي بينا على طول مشاورات. فانت لو سيبني وما لو سابني مش هيقول الكلام ده. لا هو قال على نفسه قبل منك برضه شكر فيهم على فكره. لكن انا عايز اكلم حضرتك في هل انت من النوع اللي الدكتاتور في شغله بيحب ان البرنامج انا عندي 1 2 3 عايز اعملهم، ولا انت بتاخد الموضوع بالتعاون زي ما زعما كان تيم ورك واحد؟ بص انا هقول لك كلام يعني اي حد يعمل حوار ما ينفعش يقول، بس هقول ممكن عشان مشغل في قناه النادي الاهلي فعندي خلفيه كبيره جدا. بس السؤال ده السؤال ده مهم عشان ايوه طبعا في خلفيه كبيره عندي بالنادي جوه، وكنت لعيب داخل النادي. الناس كانت بتقول شادي محمد كل يوم حد كان بيشيل كاس، فاهم؟ فعندي خلفيه عن ازاي الاداره دايما، لان في الاول وفي الاخر كل مجلس مثلا بيحط خطوط عريضه، لكن السيستم واحد والتفكير واحد والمبادئ واحده، هو ده اللي بتكلم عنه دايما. فاحيانا مثلا يبقى في تقرير انا عارف اللي هو ممكن ما يخدمش الشغل النهارده، بس بكره هيبقى ليه قيمه كبيره جدا هيظهر بيها بشكل اكبر. فبروح للاستاذ عمرو بقول له شيله على طول، مفيش حاجه اسمها كده. ودايما عايز اقول حاجه يعني حتى في العمل، ممكن الاستاذ عمرو اكبر مني في السن، فالواحد تربيته كده اللي اكبر منك حتى لو بيوم لازم حضرتك استاذ عمرو، دي معاني ممكن انت الناس تاخدها بمنتهى البساطه، لكن دي مش بسيطه يا جماعه، صعب يعني صعب على ناس كتير قوي ان انت تحترم اللي اكبر منك او تحترم. فبروح اتناقش معاه اقول له خلفيتي 1 2 3 4، فممكن دي ممكن وقتها بكره يبقى احلى، لكن النهارده مش هتخدم اللي احنا هنطلع بيه. فيقول لي عندك حق، فاو بس يعني بقولوش شيلها وخلاص، لا هنشيلها عشان في، وبقول له ما بيني وما بينه عشان 1 2 3 4، فبيقتنع. ما اختلفناش في ولا مره ظهر في الموضوع ده خالص. وحتى في ظهر كنا مره بنتكلم على قضيه لعيب معين وكنا عاملين 100 سنه اهلي، فغيرنا في نص ساعه، كنا مجهزين اليوم اللي قبله دايما ان احنا الحمد لله، وده اللي احنا بنقوله للجماهير، ما بنشتغل والله ما بنعمل اي حاجه بشكل عشوائي، دايما قبل ما بنطلع بنقول هنتكلم في كذا، هنقول كذا، زي اي برنامج راضي هيعمل كده. لكن احنا مدينا زياده اكتر شويه، احنا قبل الحلقه مثلا بثلاث ساعات بنبقى موجودين، انا عن نفسي بروح قبل اي حلقه بثلاث ساعات. الله يبارك. الناس بتستغرب جدا ازاي ده موجود ليه كده، ازاي هو اللي يتعب في شغله ويبص على شغله. احيانا بلاقي خطا بسيط مش عايز المشاهدين يشوفوه، بسيط مش هيبان حتى على الشاشه، بس لما براجع تقرير بحس اللي فيه دي مش صح. فبشتغل في الاول وفي الاخر، بحترم الناس اللي معايا، بحترم اداره القناه اللي انا لازم اتكلم عنها بشكل كبير، الناس دي محترمه جدا معايا، دعم غير طبيعي ليا والبرنامج، بتكلم بمنتهى الصراحه. بحترم المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا، لازم الناس اللي بتتفرج عليا ما تشوفش اي حاجه بذيئه، لازم تشوف حاجه محترمه. وانا خدت هدف على نفسي وتعرضت للموقف ده، كنت اول مره اتعرض له لحد يهاجمك باسلوب من وجهه نظري مش محترم، بس ردينا بمبادئنا، ردينا باحترامنا، ردينا باخلاقنا، ردينا باللي احنا اتعلمناه، فاهم؟ فكان ممكن نخرج عن النص، وهو ده الفكره اللي انا عايز اوصلها لكل الناس من خلال الحوار والموقع المحترم اللي انا فيه النهارده، ان سهل قوي البني ادم يبقى بيغلط في الناس كلها، لكن اصعب حاجه اللي انت تكسب الناس كلها وتخلي الناس تحترمك وتقدرك وتبقى دي. في ناس صعب عليهم الموضوع ده، لكن ما بنقولش مثلا، ودي فكرتي في الجزئيه دي وباكد عليها دايما، اللي انا كنت وانا بتفرج اللي انا كنت ما بحبهوش مستحيل اعمله للناس، اللي هو ايه اللي انا ما ينفعش النهارده حضرتك انا ليا مختلف مع استاذ عمرو مثلا، تمام؟ فما ينفعش حضرتك تسمع ان انا بهاجم استاذ عمرو عشان باخد حقي منه في برنامج. لا المشاهد ملوش دعوه، المشاهد اهو الله يفتح عليك، برافو عليك، هو ده مش من خلافات شخصيه. عشنا كام سنه اللي احنا بنعمل كده، بس 3 سنين الاخيره مفيش رياضه وشغالين كده، فلان يقول كلمه والتاني
انا مش عارف ايه وصريخ وزعيق ومش عارف ايه وتهرينا بصراحه غالبا انا في ثلاث كلمات بكره اسمعهم يعني بسمع يعني خبير استراتيجي ناشط سياسي تعبنا خلاص يعني بجد والله. فعايزين اللي انا عايز اقوله ايه والمحزن وده مش هتشوفوه في يوم من الايام عندي في البرنامج لو انا اخر يوم هسيب البرنامج ده انا اتكلم على شهداء في الجيش ماتوا 30 واحد ده جاري وجارك واخويا واخوك فاهم. فلما اتكلم كده ما اتكلمش في السياسه انا راجل في الاول وفي الاخر بعشق البلد دي وبحب البلد دي فما ينفعش تشوف موقف زي ده وحتى لو انت قناه رياضيه تعمل نفسك مش واخد بالك ازاي يعني انت انت اخذنا بطولات واخذنا وسام الجمهوريه اكتر من مره ورفعنا علم بلدنا وبنقول نشيد بلدنا وبنرفع علم بلدنا بره مصر فالبلد دي خيرها علينا كلنا كرياضيين فاهم وغير رياضيين فما ينفعش ان انا اشوف موقف زي ده واتجاهله. لا انا بقول ايه انا بعزي اخواتي اللي هم في الجيش اللي ماتوا النهارده استشهدوا عشان يحمونا ما هو لو مش واقف يحميك حضرتك هتبقى البلد كلها فدي مش السياسه. لكن ما اقعدش بقى اهري في مين نازل الانتخابات والله انا شايف لو عملوا مشروع فلان الفلاني يا حبيبي عندنا كام توك سياسي هو اللي يروح يناقش عنده يناقش هم بيناقشوا الدوري بتاعنا فاشل ليه في السياسه ما عندك. نفسي الاقي كل يوم الاعلام يتحد زي موقف النقاد الرياضيين كده ايد واحده موقف واحد حاجه محترمه غيروا مسار كبير بشكل كبير اول مره الاقي جهه والله العظيم انا من وجهه نظري وناس هتقول ده بيبالغ قوي انا ببالغ ده موقف هيتكتب في التاريخ موقف النقاد الرياضيين ده والله يتكتب في التاريخ وحدتهم دي. فانا بوجه رساله من خلالكم موقفكم التاريخي ده احنا كواحد ليا برنامج بتعامله بقى ادعم الاحترام والاخلاق وما ينفعش اقول غير كده موقف محترم يلا بينا ادينا في ايدين بعض عايزين ثوره في الرياضه مش ثوره كلام بقى وخلاص عايزين اللي يجي يبقى متفرغ للرياضه لو اجتمعوا على كده النقاد الرياضيين بموقفهم المحترم ده والله هتلاقوا الرياضه بقت صناعه زي البرازيل كده برازيل كل يوم بسم الدخل قومي من الرياضه لكن انت هنا بتتكلم في بصرف النهارده اقروا في بعض المواقع صرف 10,000 جنيه لمركز شباب او لنادي في درجه ثانيه والنبي هيجيب بيهم ايه؟ ده لو عزم الفرقه على سندوتشات جاد مش هيكفوا فيجو.